سكة الحجاز كان الأقطار يمر بين الجبال، فكان الشيء الحفر بدائي جدا. هاي البلد اسمها سباستيا، واحدة من أقدم المدن الرومانية في فلسطين من جهة نابلس. فيها كثير معالم مثل بسيات مدرج روماني ومقبرة رومانية. أو المختص هنا الكنيسة، كله تابع هذا المدينة الرومانية. هذا الشارع اسمه شارع الأعمدة، سموه هيك لأنه في كثير أعمدة رومانية.